الرصيد بيروح فين؟ انا مش مشترك في الخدمات دي، مين اشترك لي فيها؟ محدش فينا واللي بيستخدم اي شبكه من الاربع شبكات الموجودين في مصر الا وبيعانوا من المشكلات دي، وده اللي كان لازم يكون ليه وقفه. وفعلا جهاز تنظيم الاتصالات اخذ قرارات حاسمه وعقوبات شديده للشركات دي بسبب البلاغات والشكاوى الكتير من المواطنين، وكمان بقى في رقم مجاني علشان تقدر تلغي كل خدماتك دي وما يتسحبش رصيدك تاني. خليكم معايا علشان تعرفوا تعملوا ايه. ما تنسوش لو اول مره تشوفونا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا كل جديد. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اخذ عدد من الاجراءات لوقف الممارسات الغريبه اللي بقت بتحصل الفتره دي وبقت منتشره بشكل كبير. تفتح قائمه الرسائل تلاقي عندك SMS عروض وخدمات انت ما اشتركتش فيها اصلا، ده غير الكول تون اللي كل ما حد يتصل بيك يسمعه وانت برضو ما اشتركتش فيه. ودي ظاهره عامه للشركات الاربعه سواء فودافون او اتصالات او اورنج او وي. فحدد جهاز تنظيم الاتصالات الكود المجاني 155 اللي هيمكن من خلاله المتضرر من اي خدمة تم اشتراكه فيها من غير علمه او رغبته ان يلغيها. من خلال الكود ده فقط هيبعت رسالة وهيتم الغاء اي خدمات مشترك فيها. وقال الجهاز ان في اطار الحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، فقد حدد الجهاز الكود المختصر 155 وهو مجاني علشان يتمكن المستخدم من الاستعلام عن او الغاء خدمات القيمة المضافة في حال عدم رغبته. وده للاربع شركات اللي بتقدم خدمات ترفيهية واللي هنلاقي منها مسابقات الترويجية او الخدمات الاخبارية والرياضية او الألعاب الإلكترونية وغيرها. وكشف الجهاز إن بلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود ده من بداية إطلاق الخدمة في أول يناير 5.5 مليون استعلام أو إلغاء. وكمان بيتيح جهاز تنظيم الاتصالات خدمة الاستفسارات والشكاوى للمستوردين من الأفراد والشركات لجانب عملاء الشركات. وحدد الجهاز الرقم 02155 إنه هيكون الرقم الموحد اللي بيستخدمه تنظيم الاتصالات للتواصل مع المستخدمين، ملهوش أي رقم تاني، وده علشان يكون لو في أي شكاوى أو تضرر من الشركات دي. وكمان رصد الجهاز في آخر تقرير ليه إن في انخفاض في مؤشر الخدمات المقدمة من الشركات الأربعة، وبدوره تم التعديل على لائحة الجزاءات على الشركات دي، فتمت مضاعفة الغرامات. يكون بداية تطبيق الزيادة في معدل الغرامات من النص الثاني من 2021 هتكون عقوبات مضاعفة. وأشار الجهاز كمان في إعلان نتائج تقرير جودة خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات الأربعة في الربع الأول من 2021، واللي بيعرض التقرير ده مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات دي الموجودة في مصر. فبيتم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لحوالي 81 منطقة، وده باستخدام سيارات القياس لمسافات بتوصل لأكثر من 100,000 كيلومتر خلال الثلاث شهور دي. وتم رصد تحسن جودة الخدمات في 6 مناطق خلال الربع الأول من 2021 نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، ولكن ما زال في 44 منطقة بتعاني من سوء جودة الخدمات. ودلوقتي بيتم العمل لتحسين جودة الخدمات دي من خلال الأبراج وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة في المناطق دي. فالمناطق سواء بقى المدن والأحياء اللي تم رصد إنها بتعاني من مشكلات في جودة الخدمات الصوتية في أول 3 شهور من 2021 واللي جم للأربع شركات هعرفكم عليها دلوقتي. ودافون من أصل 81 مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم، فرصدوا إن إجمالي عدد 21 منطقة بتعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، واللي كان على رأسهم الدلتا والصعيد والقناة. تاني شركة معانا أورنج تم رصد عدد 31 منطقة بتعاني من سوء جودة الخدمات في الصوت والبيانات والإنترنت، واللي على رأسها برضو الدلتا والقاهرة والأسكندرية، وده برضو من أصل 81 مدينة وحي. شركة اتصالات تم رصد عدد 37 منطقة بتعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها برضو الصعيد والدلتا والأسكندرية، وده برضو من أصل 81 مدينة وحي. وآخر شركة وي تم رصد عدد 54 منطقة بتعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا، برضو من أصل 81 مدينة وحي تم إجراء اختبار القياس عليهم. قولنا رأيكم في الشبكات وإيه أكتر شبكة بتعانوا منها في الكومنتات.